مصري محتاج يعرف مين هو المرشح الشاب وعايز يقول ايه وايه هو برنامجه للانتخاب. ان انا عارف ان دخول معركة الانتخابات الرئاسية بشاب منحاز اجتماعيا الى الفقراء والبسطاء ضد حكم العسكر ومع حقوق كل الشهداء اعلم المصير الذي ينتظرني ولا اخاف طالما معي كل البسطاء وكل عمال مصر وكل فلاحيها وكل صياديها الذين مرشح رئاسي بطعم جيفارا وقف في وجه لصوص الخصخصة وحيتان الاحتكار وتصدى لسطوة الكبار. لم يكن يملك إلا دعوات الغلابة وآلام العمال المشردين وبصيص من أمل. وفي لحظة حاسمة تفجرت دموعه فرحا وهو يعلن نصرة العمال وعودة الشركات إلى ملكية الشعب. هو الأستاذ الحقوقي خالد علي. أهلا وسهلا. أهلا بك. إحنا نقول المحامي ولا الحقوقي ولا المحامي الأول عن حقوق الشعب المصري والعمال ولا المواطن رقم واحد المؤمن بقضايا الغلابة والفقراء؟ وأنا عجبني جدا أن أنت كان ليك لقاء في الشروق أظن منذ أيام، لقاء جميل جدا لو نقدر ننزل الصورة. العنوان يعني توقفت قدامه أن إحنا مش بنحارب الفقر لكننا نحارب سياسات الإفقار. سياسات الإفقار، وده بالظبط يعني توصيف دقيق جدا. لأن مصر فيها الناس تحت حد الفقر، 40 مليون تحت حد الفقر، الناس فقيرة، الناس مش لاقية تاكل. لا، هي فعلا مش الفقر هو عدونا، ومصر مش فقيرة، ومصر مش، احنا اكتشفنا يا أستاذي ان مصر يعني فيها خزائن الأرض. فسياسات الإفقار، احنا هنيجي للشعار الجميل ده وتشرح لنا، بس لازم نسأل متى جاء القرار. وانت كنت ضيف عندنا ورفضت ترد علي لما قلت لك هترشح نفسك، فابتسمت لي الابتسامة دي وكانت المفاجأة. يعني انا قلت متى جاء القرار في اكتر من برنامج وفي محطات ساعدتني ان انا احسم القرار ده، مشاهد من حياتي يعني ومواقف عشتها. لكن عموما القرار في حد ذاته هي وسيله من وسائل الدفاع عن نفس القضيه اللي انا بؤمن بيها طول حياتي وطول عمري لحد دلوقتي، هي الدفاع عن حقوق البسطاء والحق في وجود مجتمع بجد في تنميه حقيقيه تفتح الباب أمام جميع المبادرات داخل هذا المجتمع، بتعتمد على إطلاق كل الطاقات في هذا المجتمع. أنا بدافع عن البسطة وبدافع عن الفلاحين والعمال، لكن في نفس الوقت أنا محامي ومسؤول كمان في الدفاع عن الطبقة المتوسطة، ووجودي ليس فيه عدوان على أحد، ولكن وجودي وترشيحي هو في الأساس من أجل دعم العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد ومحاولة خلق تنمية حقيقية واقتصاد حقيقي وليس اقتصاد هش. أنت اتضحت الصورة بالنسبة لك ان انت العدالة الاجتماعية، ان انت ضد الفساد دلوقتي في المرحلة واحنا قاعدين وانت مرشح نفسك للرئاسة. لكن اللي وصلك لهذا اليقين واللي وصلك لهذه القناعة وان ده هدفك الواضح في حياتك، اللي وصلك لي طريق طويل زي ما كان عبد الحليم بيغني يقول فوق الشوك مشاني زماني. يعني انت كفحت وتعبت وبدأت رحلة طويلة جدا من القرية وحتى التحقت بالجامعة، وكانت أظن التحقت بجامعة الزقازيق لأنها كانت أقرب جامعة لي. حضرتك من قرية ميت عيش مركز مدغامر محافظة الدقهلية. ميت عيش على فكرة
اسمها لازم يدعو للتفاؤل. هي يدعو للتفاؤل طبعا. بلدنا هي بلد جميل قوي الاسم، بلد عيش، بلد عبد المعبود الجبيلي، وده كان وزير سابق، وبلد سيف الغزالي كان احد قيادات الوفد، والحاجه زينب الغزالي احد قيادات الاخوان المسلمين، وشهدي عطيه الشافعي احد ابرز قيادات الحركه اليساريه المصريه. طب ومن شهدي عطيه انت خدت المسار؟ بلدنا عاملة زي مصر. بلدنا من أبرز البلاد اللي طول الوقت فيها تنوع ثقافي وتنوع ديني. إحنا عندنا مسلمين ومسيحيين، عندنا كنيسة كبيرة تعد من كبرى الكنائس في المنصورة، وفي نفس الوقت طبعا عندنا مساجد. الحمد لله عمرنا ما شاهدنا في بلدنا أي نزاع طائفي، دايما في تعاون بيننا وبين الإخوة المسيحيين. أنا نفسي اتعلمت في الابتدائي في مدرسة مسيحية، أنا والعديد من زملائي تعلمت في مدرسة مسيحية طبعا، وكانت النظرة نظرة مسيحية، وكنا الأبلة نبيلة كنا بنحبها جميعا. وفي نفس الوقت عمرنا ما حسينا بفرقة بيننا وبين بعضنا أبدا، وما كانش في أي غضاضة. إنه يعني بلدنا دايما بيتقال فيه إن في عيدين للمسلمين وفي عيدين للمسيحيين. الكنيسة في أيام العيد بيبقى عدد المسلمين اللي موجودين فيها واللي جايين من كل متغمر عشان يهنوا الاخوه المسيحيين بيبقى اكتر بكتير من عدد المسيحيين اللي موجود، وكذلك الاخوه المسيحيين في الاعياد وفي غيرها، حتى في المناسبات. يعني مش عايز اقول الكلام التقليدي يعني اللي بيتقال، لكن حتى في المناسبات اللي بتترتبط بفكره التنميه وحل المشاكل في البلد هناك تعاون تام ما بيننا وبين بعضنا، لاننا اولاد بلد واحده وهنفضل طول عمرنا اولاد بلد واحده مهما يعني دوائر الطائفية كانت بتحاول تهاجم مصر. مصر بلد كل من يحمل جنسيتها، مصر بلد لكل أبنائها، وستظل كذلك إن شاء الله. نرجع بقى وانت صغير، انتوا كنتم كام أخو أخت؟ أسرة كبيرة. أنا والدي أنا من عيلة اسمها عيلة المحلاوي. وعمامي. طب ليه يعني خالد علي ليه ما قلتش خالد المحلاوي؟ هو دايما اخواتي واولاد عمي بيزعلوا لانهم كلهم دايما بيقولوا المحلاوي. يعني اخواتي كلهم يعني اخويا محمد معروف بمحمد المحلاوي، واشرف ابن عمي معروف باشرف المحلاوي. لكن انا دايما كنت بقول خالد علي. يمكن عشان علاقتي بابويا، انا يعني علاقتي بابويا علاقه استثنائيه شويه. كنا في بعض الاحيان بننائر مع بعض انا وهو، لكن انا كنت بحبه جدا، وهو كمان كان بيحبني. وهو معروف يعني حتى في البلد قد ايه عنده روح ساخره، وقد ايه هو شخص في ذات الوقت مكافح. ووالدتي كانت بنت سيدنا طه زي ما بيتقال عليه في البلد. هو كان إمام المسجد الوحيد، وكان هو معلم القرآن لكل أبناء القرية والقرى المجاورة. وهي كانت علاقتي بيها حميمية جدا، والظاهر أن أنا وهي بنحب بعض خالص. علاقتي بابويا كان شوية يبان أن احنا بننائر أنا وهو مع بعض، لكن أنا يعني أبويا وأمي لولاهم في حياتي يعني كانت في حاجات كتيرة اتغيرت. ويمكن التطور السياسي في حياتي أثر كتير بعلاقتي بابويا تحديدا، لأنه أبويا كان بالرغم أنه هو معاش قوات مسلحة ومتطوع، لكن كان بيحب يجيب الكتب لما ينزل مصر، لما ينزل متغمر يشتري كتب. ودايما الجرنان في وقت من الأوقات ما كانش كتير من أهل بلدنا بيشتروا الجرايد، أبويا كان دايما حريص أنه يجيب الجرايد. يجيب تصور أن ده مهم جدا، يجيب الجرايد. ولما كان ينزل القاهرة دايما يجيب لنا. العقلية السياسية والطفل لو بتخلي الطفل من هو صغير يقرأ ويبقى واعي لما يحدث حوله بتأثر فيه، وبيطلع ساسة كبار بسبب ان اهلهم هم صغيرين كانوا بقروهم الجرنان. لا انا مش عايز اقول كلام بس يبان كاني يعني اي حد طبعا بيحب ابوه، لكن يعني كل اهل البلد. لكن انت الصلة الوثيقة بينك وبين الوالد اثرت على شخصيتك. انا مش عايز انكر يعني ان في اوقات كتير في وقت كبير يعني كنت انا شايف انه احنا كنا 8 ولاد. خمس بنات وثلاث ولاد، انا ترتيبي الثاني. محمد اخويا لاعب كره طايره، محمد المحلاوي بس هو في محلاوي من المنصوره يا جماعه. هو دلوقتي مدرب كره طايره في الامارات، وكان لاعب متميز، وهو في الناشئين لعب لمنتخب مصر، وكان بيلعب لنادي الزمالك، ونادي الزمالك اشترى
انه ينتقل اقامته تتنقل للقاهره عشان يستمر في النادي. والدي رفض، قال له لا تكمل تعليمك وبعد كده اصر ان انتوا كلكم تكملوا تعليم. والدي خاف ان محمد لو اتنقل في سن الثانوي للقاهره انه يعني القاهره تاخده وما يكملش تعليمه. نديها بقى طبعا. طبعا. وايمن اخويا برضو يعني هو لاعب كره قدم، لو كان خد فرصته فعلا في الاضواء كان يبقى حاجه عظيمه. ولعب في نادي الشمس ايضا وكان نفس الكلام، المدرب قال له برضو تقيم في القاهره، ووالدي برضو رفض. وايمن دلوقتي مدرب كره قدم في نادي وادي دجلة. الوالد رفض ان اخواتك يروح القاهرة بس وافق ان انت تروح؟ لا، ما انا برضو كنت في الوقت الثانوي. لا، في وقت الثانوي لا، كمل كملوا تعليمكم قدام عيني وروحوا مطرح ما تروح. وقت التعليم لابد ان هو يبقى شايفنا قدام منه وبيبقى حريص على متابعتنا بطريقة يعني تكاد تكون فيها جنونية يعني. وفي وقت من الاوقات لما حد فينا كان يتاخر ولا حاجه كان يعنفه بشده يعني. وكنت شاطر وانت في المدرسه؟ الحمد لله. كنت تطلع من الاوائل يعني؟ كنت بطلع من الاوائل. انا في الاعدادي، في الابتدائي كنت من اشطر الناس الحمد لله في الاعدادي. في الابتدائي كنت رئيس اتحاد الطلبه. يا سلام، من وانت في ابتدائي؟ في الاعدادي. الاعدادي كنت رئيس اتحاد الطلبه. في الابتدائي كنت رئيس الشرطه المدرسيه. ما شاء الله. يعني من يومك بقى وانت؟ لا، مش من يومي ولا حاجه. مظاهرات مش من يومي ولا حاجه. طلبه لا، يعني عندك الحس اللي هو الاجتماعي او الدور اللي مش مجرد ان انا ابقى طالب، يعني عايز يبقى لك دور في المجتمع اللي انت فيه، سواء مجتمع في المدرسه داخل المدرسه او فيما بعد. انا كنت مولع بالتاريخ ومولع بالقراءه في الشخصيات التاريخيه والتاريخ المصري، وكنت اشطر واحد في التاريخ. وكان لما بيبقى يجي موجهين يعني عشان المدرسه كان مدرس التاريخ الاستاذ محمد صديق كان يعني يجيبني عشان لما الموجه يسال فابقى انا وهو سامعني. طبعا هو دلوقتي ناظر المدرسه، ربنا يديله الصحه. ما شاء الله، هو دلوقتي ناظر المدرسه. طبعا. فين هو دلوقتي موجود؟ ناظر المدرسه الاعداديه بقريه ميت عيش. في قريه ميت عيش. ما نعرفش نتصل بيه. انا عايزه اسمع يقول لي كنت طالب بقى. يا ريت لو هو بيتفرج على البرنامج وسمعنا، لو اظهرته رقم الاستوديو وهناخد مكالمات كمان للاستاذ خالد على الهواء. اكتبوا رقم التليفونات الاستوديو. كنت بتشتغل وانت صغير وانت طالب؟ كل بلدنا، مش انا في يعني في الحقيقه يعني جزء من تركيبه الشخصيه المصريه وبالذات كل الفقراء والغلابه يعني كلهم بيشتغلوا، مش انا لوحدي، كل اولاد البلد في الاجازه بيشتغلوا، حتى في غير الاجازه يعني. حتى اللي عندهم ارض، احنا ما كانش عندنا ارض، فاللي عندهم ارض بيروح المدرسه وبيشتغل في الارض، وده جزء من العمل وجزء من بناء الشخصيه. في الاجازات يعني والدي ما كانش عايزنا في الاجازات ان حد فينا يشتغل، وكان بيزعل، وانا كنت بشاكس. محمد كان بيسمع كلامه، انا من يومي ما بسمعش الكلام، فكنت بشاكس وبقول لا عايز اروح اشتغل. فكنت باجي عند عمي ورحت اشتغلت في مضرب رز في مصر الجديده. مضرب رز وانا في الاعدادي. وانت في الاعدادي صغير قوي. وانا في الاعدادي وبدايه الثانوي. وكنت حابب دوت، وهو كان رافض دوت تماما. ايوه. قيمه العمل في حد ذاتها، عايز تشتغل. انا عايز اشتغل وعايز اتفرج على الدنيا، يمكن عشان كنت عايز اجي مصر واتفرج على مصر يعني، فبهرب منه يعني. وفي نفس الوقت لانه عمي بيرعاني، واحنا كلنا الحمد لله اسره مترابطه يعني، سواء عمي جمال او عمي جابر الله يرحمهم. وبعدها اشتغلت في مصنع كوفرتينا فتره من الفترات، وكان الشوكولاته بتاعت الشوكولاته، وكان عمي احد العاملين في هذا المصنع. وبعدها اشتغلت في ملاهي سفنكس في المهندسين، كنت بشتغل في قهوة شرقي أنا وكل معنا عدد كبير جدا برضو من طلبة الجامعة وزمايلي، ودلوقتي مديرين في شركات. ويعني كنت طالب برضو؟ كنت طالب. واشتغلت في القهوة. واشتغلت في قهوة شرقي، وكان نص اللي شغالين طلبة جامعة يعني. نص طلبة جامعة. نص اللي كانوا بيشتغلوا فيها طلبة جامعة يعني. وفي قهوة تانية في محامي مشهور دلوقتي كان شغال في قهوة تانية، بس هو ما بيقولش ده، فمش عايز أقول اسمه يعني. وده واضح إن القهوة بتخلي المحامين يعني عبقرة. العمل في القهوة يمكن الاختلاط بالناس، ولا كان لازم الالتحام مع الناس، لازم معايشة الناس العادية والغلابة، وإن أنت تبقى في وسط الناس. طبعا. ما دي برضو لها لابد أن يكون لها تأثير.
اشتغلت وانت طالب في الجامعة؟ اشتغلت وانا طالب، وكان القيمة كمان في الشغل. احنا كنا شغالين في قهوة قهوة الأوبيسي، محل الأوبيسي بتاع العصير اللي في غامرة دوت. ده المالك بتاعه راجل صعيدي جدع جدا، وعنده ابن اسمه الأستاذ جمال، فهو كان عنده القهوة ده جمال الأوبيسي. وقيمة القهوة انها كانت في ملاهي، فكان دايما بيجي فيها ناس متنوعين ومن العرب ومن كل حتة، فحتى ادت حالة تنوع في انك تشوف الناس كلها وخبرات الناس وبتعيش ازاي وتاكل ازاي. مهم جدا يعني. واتخرجت وبقيت بقى محامي؟ لا، بعد ما اتخرجت قعدت سنة في القهوة، ما كنتش اقدر انزل مهنة المحاماة. لان مهنة المحاماة في بدايتها صعبة جدا ومكلفة، لازم تطلع كرنيه وتشتري، والاسرة ما بتصدق ان ابنها يعني يخلص تعليمه عشان يساعدها، والمحاماة بتاخد لها مش اقل من 5-7 سنين محتاجة. فاشتغلت سنة في القهوة، وبعدين حصل خلاف بيني وبين صاحب القهوة فمشيت. ووالدي عرف قال لي تعالى انزل المحاماه ورزقنا على الله. فنزلت المحاماه في مكتب في الاول الاستاذ السعد الاخرس المحامي رحمه الله عليه. وانت اختلفت في القهوه على ايه؟ دي قصه طويله. لا لازم تقولي. ايوه. اختلفت في القهوه انه يعني الراجل قعد اشتغلت معاه كذا سنه مش كده؟ اشتغلت معاه. طيب ايه اللي حصل؟ انه هنا رب العمل بقى، لاحظ ده محامي عمال. انا عايزه بس اجيب أصل العلاقة بين رب العمل والعامل والأمن أنا كنت شغال، فهو عنده قهوة وفي في نفس الوقت في المكان محل عصير. فمحل العصير بتيجي الفاكهة بالليل، فلازم نغسلها ونرصها وكده، فبنعمل دوت من بالليل. فعملنا دوت من بالليل، والمفروض أن أنا كنت أروح أنام في البيت عند عمي وأرجع. فقلت لو رحت نمت عند عمي هتأخر، فنام في المخزن. فدخلت مخزن الفاكهة نمت فيه. فالمفروض أني أرجع على الساعة 4 قبل الملاهي ما تفتح، وكل الفريق يبقى موجود لبسه مكوي وكل شيء يعني. فهو لما جاء فين خالد؟ قالوا خالد لسه ما جاش، وكان زمايلي ما يعرفوش ان انا نايم جوه. فإدى امر للامن ان الامن يمنعني من الدخول، امن الملاهي يمنعني من الدخول. أمن الدولة يعني. أمن الدولة جاء في فترة لاحقة. فواحد من أصحابي شافني نايم، هو أنت هنا؟ ده احنا بنسأل عليك، ده جمال عمل كذا. وفجأة راح جايب بتوع الأمن أهم عشان تشوفوا ده الأستاذ خالد كان نايم هنا. أو خالد، بلاش الأستاذ خالد. ده خالد كان نايم هنا. محامي بقى. أيوه. فأنا يعني مش فاهم إيه اللي بيجرى قدام مني. فلما يعني فقت وخدت حمام وكده ولبست هدومي، فقالوا لي ده أمر للأمن إنك ما تدخلش، وتخيل إن أنت مشيت. وخلاص، وهو لما يجي هنقول له كذا، وقف اشتغل وبتاع. فقلت لهم لا مش هشتغل. ليه؟ قلت لهم يعني انا شغال معاه، حتى لو زعلت انا وهو ما يدخلش الامن كطرف ثالث، ومش هشتغل معاه. وقلت له انا مش هشتغل. وهو كان من عادته بيبقى لما بيبقى غضبان بيستنى شويه، يمكن على بالليل يهدى وبتاع. فقلت له عايز امشي، فقال لي لا استنى، عايزك شويه اروح له، انا عايز امشي، عايز مستحقاتي وامشي. لا استنى شويه. هو على عشم ان انا استنى واهدى يعني. وهو ما كانش بيحب اطعش حد الامانه برضه. فقلت له لا انا عايز امشي. ففضلت، المهم خلاني لحد اخر اليوم الساعه 1 بالليل. ما رضيش يديني حسابي، فحصلت مشاجره بيني وبينه لحد ما خدت حسابي. والامن خدني المكتب بعد المشاجره ديت، وخدت حسابي ومشيت. وبعدها بكام سنة يعني تقابلنا أنا وهو وتسلمنا على بعض، وهو شخص محترم يعني. لكن دي قصة النهارده كده نفكر، وانت قاعد ومعايا في التلفزيون اللي في الكرسي شويه عشان وهو بيتفرج وبترشح نفسك للرئاسه، وهو قاعد يتفرج عليك، يعني احساسك ايه؟ لا احساسي المشوار الطويل اللي انت وصلت. اولا احساسي ما عنديش اي احساس بالزعل منه اطلاقا. هو حد ساعدني في فتح بيتي، وبالعكس هي قصه بتعدي كتير. وهو شخص طيب، واكيد عنده اولاد دلوقتي، ربنا يعني يكرمهم في بعض يعني. لكن احساسي عادي، ما فيش حاجه. انا ما عنديش اي زعل ناحيه اي حد. لا ما بقولش زعل. احساسك بالسعاده انه إن أنا في يوم من الأيام يعني ابتديت فعلا كما يقولون من الصفر. وهل تعتقد إنه المعاناة والكفاح
لهذه الدرجة؟ شوف أنت بتقول فقلت علشان خاطر أوضب الشغل بتاعي ونوضب الفاكهة قلت أنام بدل ما أروح. يعني الإخلاص في قيمة العمل مهما كان جزء منه إخلاص طبعا في قيمة العمل، وجزء منه خوف على مصدر الرزق، وده اللي بيخليني يعني لما بيجي عمال وبيحكوا أنا ببقى حاسس هما بيحكوا بيقولوا إيه. يعني أنا عارف يعني إيه أسرة رب الأسرة بتاعها يتفصل، عارف يعني إيه طالب جامعة. والدك اتفصل فيهم؟ لا، والدي كان معاش قوات مسلحة وعشان كده بطالب بزيادة معاشات القوات المسلحة. عارف يعني إيه طالب جامعة يروح الجامعة وكتاب الجامعي ما بيجيبوش إلا آخر السنة؟ يعني إيه ظروف المعيشة تحتم عليه إنه الكثير من متطلباته لازم تتأخر عشان في أولويات في الأسرة مرتبطة بالبنات، لازم البنات يتأمنوا الأول في متطلباتهم وبعد كده يتم تأمينه هو. أيوة. وكنت فعلا حاسس أنه مسؤول عن أخواتك البنات برضو. يعني أنا في البداية، في بداية الثانوي كنت زعلان جدا أن أنا، وبداية الجامعة كنت زعلان جدا إزاي حاجات بتتوفر لأصحابي وهم مش أحسن مني وأنا مش أقل منه توفرش لي. وكنت ساعات بقول الغضب ده بشكل صريح لأبويا فيقول لي بكرة تكبر وتعرف، بكرة تكبر وتعرف. ولما بدأت يعني أقرأ في الكتب وانحست فكريا لليسار، علاقتي بأبويا اختلفت 100%. ليه؟ لأنه الأزمة ما كانتش أزمته والمشكلة ما كانتش مشكلته، هي مشكلة حكومة معيشانة في كل الدوائر ديت. حسيت بالتعاطف ناحيته جدا وقررت وأنا في حياتي دي أنه هو أهم حاجة عندي يبقى مبسوط مني، وإخواتي أهم حاجة في الحياة، إخواتي لازم ياخدوا حقه. والدي مات وكان عندي 5 بنات وما كانوش يتجوزوا. كانت ليا مسؤولية رهيبة. الحمد لله يعني، وكنت أنا جيت واشتغلت في القاهرة وبدأ يعني الحمد لله دخلي يبقى كويس، فما اتجوزتش إلا لما جوزت 5 بنات الحمد لله. ما شاء الله. يعني شوف الفكر التقليدي، ما اتجوزش إلا لما إخواتي البنات يتجوزوا. لأنه مش حكاية الفكر، لو كنت أقدر أجوزهم وأنا أتجوز كنت عملت ده. لكن الإمكانيات إنه كل بنت كل سنة سنتين بتتجوز، وأنا علاقتي بيهم إن أنا أبوهم يعني حتى محمد أخويا، ما شاء الله، محمد أخويا بيتعامل معايا مش باعتبار أخوه الصغير، بس بأبوه. وأنت لسه صغير كده يعني، يا دوبك أنت يعني لسه. أيوة. لا يعني طبيعة الدور اللي بيتفرض على أي حد أنه يلعبه يعني. وأنا برضو مش عايز يعني كل القصص ديت، يعني ملايين المصريين في القصص دي مش قصة حد لوحده، كل المصريين عايشين في قصص دي، وممكن الكتير منهم ممكن تبقى قصص أقصى من اللي أنا عايش فيها. وساعات الصدفة أو الظروف بتلعب أدوار في حياة ناس أنهم يتقدموا إعلاميا، وتلعب أدوار في حياة ناس تانية ما يتقدموش. عندنا مواهب عظيمة. صحيح. مش في بلدنا ولا متغامر ولا الدقهلية، بس في كل حتة في مصر. صحيح. للأسف جالهم كبت وجالهم إحباط. صحيح. لأن الفرصة ما تفتحتش قدام منه. الثورة هي اللي هتفتح بقى أبواب الفرصة. الكفاءة، نبتدي نخش عهد جديد في احترام الكفاءة واحترام الجهد واحترام قيمة العمل. للأسف ممكن ما تفتحش. ليه؟ ممكن ما تفتحش لأن في محاولات مستميتة لبقاء نفس النظام بنفس التفكير. القصة مش حكاية جيل كبير وجيل صغير. كل جيل وليه طريقته في التفكير، وليه هو ابن بيئته اللي نشأ فيها. مهما كانت الأجيال اللي قدام أو حتى أنا، الأجيال اللي بعد مني تفكيرها وطموحها مختلف عني تماما. أنا سقف طموحاتي محدد، هم سقف طموحاتهم ممكن يبقى بلا حدود. ودي طبيعة، لأنه كل ما كبرت في السن كل ما كان طريقتك في الحكم على الأمور خاضع لتجاربك السابقة، كل ما كان أنت يعني أقل جسارة في فكرة التجربة، أقل جسارة في فكرة. صحيح. إن أنت تفكر خارج دوائر المألوف. لكن في الحقيقة دي ميزة للشباب. صحيح. ودي اللي بتجدد يعني، لو فضلنا طول الوقت نفكر في المألوف معناها إن إحنا بنكرر نفسنا. لابد إن يبقى في طريقة للتفكير خارج المألوف. وفي بعض الأحيان بيقولوا عليها الثورة. هي إيه الثورة بالضبط؟ هي فكرة
لتحدي الواقع والسباحة ضد التيار. بتتجسد الفكرة دي لحمة ودم للمبادرة لتنفيذها. واحدة واحدة بتكتسب أنصار ليها. واحدة واحدة بتكتسب أنصار ليها. وهو ده الحل الوحيد اللي يجدد البلد. مش التفكير بنفس الطريقة. يعني انت في خطتك في التفكير في البرنامج الرئاسة والمنهج اللي انت عايز مصر تشوف مصر عليه يكون التفكير خارج الصندوق. طبعا مصر فيه مشاكل عظيمة فيها. المشاكل العظيمة اللي فيها مرتبطة بالبيروقراطية. مبارك، وده بكرره، مبارك مش مجرد اسم. هو نظام وسياسات حكم وطريقة في التفكير وشبكة مصالح. مش هتمشي. مش هتمشي إلا ما يبقى فيه مواجهة حقيقية وإصلاح جذري بجد. والإصلاح الجذري بجد معناها أنك تقضي على هذه الطريقة في التفكير، الفساد اللي موجود في كل المصالح. يعني أنت مبارك بالنسبة لك أسلوب ونظام، مش وشبكة نظام. مصالح وشبكة مصالح قبلها. وشبكة مصالح ما زالت حتى هذه اللحظة متحكمة وتحاول أن تعود بقوة وترصد الأموال والحملات الدعائية وستتدخل في العملية الانتخابية بكل قوة حتى تعود مرة أخرى. وده اللي هيرجعنا بقى نفس النظام بس بتوب الشرعية، بتوب ان خلاص الانتخابات جابتنا. والرهان في دوت ان الناس تتدخل في العملية الانتخابية. العملية الانتخابية في محورين اتنين خطر فيها. رقم واحد المال. حملات الدعاية، الأموال اللي مرصودة ليها. يعني أنا لما شفت لافتات كده مكتوب عليها الرئيس لافتات إعلانية كبيرة جدا وفي كل الطرق ومش عارف إيه، يعني أواجه ده إزاي؟ ده استحالة ليها. الواحدة فيهم بتكلف لسه مكتوب الرئيس وبعد كده وباليوم اللافتة دي بتتحسب باليوم. بقول نفسي أواجه دوت إزاي؟ ماشي، لنا والعشرة زي يقدروا يعملوا لوحة واحدة من دي. إن ما كانش يبقى فيه مبادرات من الشارع المصري لدعم الفكرة أو دعم المبادرة اللي أنا بتكلم حوالي منها، أنا ماليش قيمة. وعشان كده أنا اخترت الطريق الأصعب. اخترت أن أنا أترشح بجمع التوقعات في الشهر العقاري. رغم أنها مدة ضيقة ورغم ده ممكن يخلي الناس ما تروحش، لكن الناس لو ما راحتش وما دفعتش عن التجربة أو شايف أن التجربة غير ملهمة أو شايف أن كلامي كلام مش حقيقي أو كلام مش صادق، خلاص مش بجد مش هدخل الانتخابات. لأن دخول الانتخابات هو قايم على الناس. أنا بتكلم حوالين قضايا الناس واشتغلت حوالين قضايا الناس، وبرنامجي لإعادة الناس للحالة السياسية. كل الناس حتى القطاع الخاص أنا مش ضده، وإحنا في البرنامج هنتكلم أقول أنا مش ضده ليه، لكن أنا ضد حاجات معينة فيه. الأمر مرتبط أول هم من الزاوية ده. اتنين زائد الفلوس، الإعلام والصحافة التي ستلعب دور محوري في الذهنية لتكوين المرشحين وتكوين أولوياتهم. من النهاردة في كلام حوالين وكأن خلاص المعركة انتهت حوالين مرشح أو اتنين. وده مش حقيقي. ده في مفاجآت عظيمة هتبقى في الانتخابات. يعني السلفيين هل هيدعموا الأستاذ حازم وإسماعيل ولا لا؟ دي هتبقى مفاجأة. لو دعموه بتغير موازين القوة. إزاي؟ لو دعموا الأستاذ حازم أبو إسماعيل ده بيدي له وزن عظيم جدا. لو ما دعموهوش ممكن يدي له وزن أقل. الإخوان المسلمين هيدعموا مين؟ الشارع هيتبنى، الأدباء والفنانين وكل العمال والبسطة لو شافوا أن البرنامج ده في صالحهم ودعموني هيبقى الوضع مختلف. بس إزاي توصل له؟ أنت أمام بالزبط. أنا أمام تحدي، أمام ديناصورات من ناحية الإنفاق المالي والمادي على الحملات الانتخابية بتاعته. طب أنا أمام تحدي كبير لا طاقة لي بمفردي على مواجهة هذا التحدي. ومع ذلك خدت القرار. ولازم أخده. ولازم أخده وكل يوم بيتأكد لي مهما كانت الصعوبات ومهما كان اللي هواجهه. كل شوية في أنصار بيجوا. كمية الشباب اللي بيجوا المقر عشان ينضموا للحملة. كمية المبادرات مذهلة. مذهلة. وفي نفس الوقت كمية اللي بيزعلوا من الخطاب وبيعدوا حملات للهجوم هي كمان بقت مذهلة. لكن كل يوم بتأكد ان ده هو القرار الصحيح. وكل يوم اللي كانوا معارضين الفكرة بيقولوا لا احنا معارضتنا للفكرة كانت غلط. ومش كده وبس. مجرد نزولي وانا بقالي 10 ايام بس بدأ خطاب بعض المرشحين يتكلم عن العدالة الاجتماعية. ده تأثير في العملية الانتخابية. بدأ بعض المرشحين يتكلموا ان هم هيبحثوا عن مرشح شاب يبقى نائب ليهم. وحتى لو ده تحقق ده انتصار في حد ذاته. صحيح. فكرة ان حد صغير في السن مش شرط بيرتبط الخوف انه الناس عايزة شخص حكيم. عشان يبقى الناس مش عايزة شخص حكيم. مصر عايزة شخص صادق. مصر عايزة شخص جريء.
والقرار اللي انا قلته في حد ذاته هو قرار جريء. ان انا اقرر، مش عايز اقول ان انا من اشجع الشباب اللي خدوا القرار، لان ممكن يبقى في شباب اشجع مني، وممكن يبقى في ناس ما فكرتش اصلا في الانتخابات وهي اشجع مني، بس القرار دوت في حد ذاته هو في جرأة وفي مبادرة، لكن لن تكتمل قيمة هذه الجرأة وليس هناك قيمة لهذه المبادرة إلا لم تجد أنصار يقفوا خلفها بشكل حقيقي، مش منتظرين أنا أقول لهم شمال ولا يمين. اشتغلوا في الشوارع بدون الرجوع لي، اتكلموا عن الفكرة بدون ما ترتبطوا بالحملة بشكل مركزي. احنا عايزين حملة بطريقة لا مركزية. أنا كنت سعيد جدا وأنا ماشي في الشارع ولقيت جرافيكي شباب عاملينه وأنا معرفهمش. كنت سعيد جدا لما لقيت رسائل شباب بيعملوها في اسكندرية وبنها والمنصورة، أنه اجتماع الحملة الشعبية لدعم خالد علي، لقيتها موجودة في كل حتة. طب انا هقول لك برضو يا خالد، على الرغم بكل الاموال الموجوده في الحملات الانتخابيه اللي هي لافتات الدعايه واليوفط والكلام ده، لكن الثوره لما قامت والايام الاولى الشباب لما نزلوا بايه؟ بالانترنت وبالتواصل الاجتماعي وبالتليفونات وبالرسائل. يعني انت، لان انت شاب تنتمي الى هذه الثوره التي قامت بدون قائد وقامت من خلال التواصل الاجتماعي التكنولوجي الفوري، فانت في ايدك ان انت تعمل ده. بس هو مش ده الشرط الوحيد. ليه؟ انا فاقد عدد من يعني قصدي انه مش يعني في امل طبعا. لا من ناحيه في امل عظيم وفاق كل توقعات، يعني خلال 10 ايام فاق كل توقعاتي اللي اتخيلها، لدرجه انا يعني بعد مجموعه لقاءات بسيطه اتصل بي عدد من الدبلوماسيين المصريين، احنا معجبين بالفكره وعايزين نساعد في صياغه البرنامج فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه. اساتذه جامعه وادباء وفنانين وشباب وعمال قرروا ان هم هياخدوا الملصقات بتاعتي ويوزعوها في كل حته، وناس جات قالت احنا عايزين سي دي عشان نعمل الملصق بتاعك ونطبعه حتى على حسابنا. في مبادرات، بس انا بقول ان حتى الكلام بتاع الشباب وان انا ابن الجيل دوت والطبقات ده مش كافي. ليه؟ انا خسران عدد مهم جدا من اكثر شباب مصر جسارة، الشباب اللي بيقولوا شعار لا انتخابات تحت حكم العسكر. دول قوة عظيمة وانا بحترم مبدأهم وبحترم رأيهم، ولو كسبتهم في الحملة او قرروا انهم يساعدوا في الانتخابات بعد كده ده هيبقى انتصار عظيم. اتنين، ان الشباب اللي نزلوا في الثورة كلهم بينتموا لتيارات متعددة، وبالتالي في كميات من هؤلاء الشباب في العديد من الحملات. أنا بحترم وجهة نظرهم ودوت حقهم، وهناك العديد من المرشحين المحترمين اللي الشباب برضو عندهم حق أن يبقى في جدل ويختاروا مكاني واحد واثنين وثلاثة، لأن الأسماء اللي مطروحة بجد في أسماء فيها عظيمة وتستحق أن الشباب برضو يبقى في جزء منهم حوالين منه. فأنا برضو خسران جزء من الشباب اللي موجودين في هذه الحملات. حتى العمال لما الناس بيقولوا خالد علي محامي العمال، ساعات برفض دوت. برفض ده ليه؟ وأنا بقولها صراحة وقدام حضرتك وقدام الرأي العام، أي عامل أنا اشتغلت في قضية ليه بشكل مباشر أو شكل غير مباشر، ده ما يعنيش أبدا أنك ملزم أنك تديني صوتك إطلاقا. أنا ما كنتش بشتغل عشان ده إطلاقا. أنت من حقك تختار أي مرشح، ويوم ما تختار أي مرشح غيري دوت حقك وأنا بحترمه. اختارني لو أنت شايف البرنامج اللي أنا بقوله في صالحك، ما تختارنيش لو أنت شايف البرنامج مش صح. حتى العامل اللي عمل لي توكيل واشتغلت معاه بشكل مباشر، حق كل المصريين يختاروا اللي هم عايزينه، وأنا مجرد شاب محامي قدم نفسه. هو مش بيقول للناس عشان اشتغلت معاكم اختاروني. أنا نفسي المعركة تتنقل من معركة أشخاص إلى معركة برامج. لأن قبل الحلقة يعني في الجزء اللي فات كنتوا بتتكلموا على العقد الاجتماعي، ده عقد انتخابي. عشان يتحول الموضوع لمحاسبة المرشح على هذا العقد، هتنجح تحققه ولا لا بصرف النظر عن الأشخاص. مصر محتاجة في هذه المرحلة، مصر في أصعب مرحلة في حياتها، هناك صراع شرس على السلطة في مصر. للي يعني عامل نفسه مش واخد باله. مصر في أخطر مرحلة في حياتها. والانتخابات الرئاسية لابد أن تكون ديمقراطية، وألا تلعب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أي دور يؤثر فيها. ولابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة 28، وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري لابد أن يكون هناك جهة قضائية نلجأ إليه لو اللجنة العليا. المادة 28 دي اللي هي عقبة يعني خطيرة
في مجرى الانتخابات أو في مسار الانتخابات، لأن لا يمكن الطعن المادة 28 بنفكر المشاهدين مرة أخرى، لا يمكن الطعن على أي قرار من قرارات لجنة الانتخابية، لجنة العليا للانتخابات الرئاسية. معناها أن اللجنة محصنة تقول اللي هي عايزاه وتقرر اللي هي عايزاه ومحدش يقدر يراجعها. وبقى في أزمة بعد أزمة القضاء. معناها نامو أيوة. بعد أزمة القضاء بقى في أزمة. حليلي بقى النقطة دي. لو كانت الاتهامات التي يتم تداولها في الصحف صادقة في تدخل المستشار عبد المعز إبراهيم على هذا النحو اللي بيتقال في الإعلام، يجب استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ده رقم واحد. رقم اثنين، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو على عيني وعلى راسي، لكنه كان أيضا رئيس محكمة جنوب القاهرة، وأنا شخصيا خدت أحكام ضده في انتخابات نقابة المهندسين لإجراء انتخابات نقابة المهندسين ولم ينفذ الحكم القضائي. هو كان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وإحنا عارفين الانتخاب في عهد الرئيس مبارك، وأنا خدت حكم واللي منحني هذا الحكم المستشار أحمد شمس الدين خفاجة عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أيضا. هو اللي منحني هذا الحكم. وأنا بقول لمعالي المستشار أحمد شمس الدين خفاجة، أنا شفت تصريح لحضرتك، أنا اسمح لي أن أختلف معايا مع المستشار، واسمح لي أن أختلف معاه من حيثيات حكمك. لما بيقول أن اللجنة العليا أن اللجنة الانتخابات الرئاسية فيها شيوخ قضاة مصر، مين اللي يعقب على أدائنا؟ حضرتك قلت في حكمك في نقابة المهندسين أن اللجنة المشرفة على الانتخابات المهنية وكلها قضاء هي لجنة إدارية. القاضي عندما يبعد عن المنصة ويمارس أي عمل آخر ليس قاضي، لا يصبح قاضي، وإنما يمارس هذا العمل بشكل إداري. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تمارس عمل إداري ولا تمارس عمل قضائي، ولا بد أن يكون هناك جهة قضائية نلجأ إليها. وده بيحل الموضوع أن الأمر مش المادة 28 بس. ليه؟ لأن عشان أعدل المادة 28 أنا محتاج أعدل تركيبة اللجنة كلها. ليه؟ لأن مش يعني تجارب الدول بتخلي أن المحكمة الدستورية هي اللي بتبقى رقيب على الانتخابات الرئاسية. صحيح. طب عشان أخلي المحكمة الدستورية رقيب على الانتخابات الرئاسية، ما ينفعش يبقى رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة. الأمر يحتاج إلى إعادة نظر لو كنا ناويين نعمل انتخابات بجد. الانتخابات الرئاسية مش انتخابات سهلة. دي لإما تعدي بينا بر الأمان، لإما لأ. لحد دلوقتي مع احترامي للبرلمان، الناس في مصر مستنية رئيس. أيوة. مع احترامي للبرلمان، البرلمان موجود وفي أغلبية اللي بيحكم المجلس العسكري. الناس في مصر مستنية رئيس. ولو أحبطت في هذه الانتخابات، الله الواحد اللي هيبقى عالم البلد إيه اللي هيحصل فيها. وبجد إحنا محتاجين مراجعة سريعة لهذا الهيكل، وأرجو ألا يتم الاستهانة بهذا الحدث. إحنا معنا مكالمة تليفونية مفاجأة للأستاذ خالد علي، الأستاذ محمد صديق، مدرس خالد، وكان مدرسك في الإعدادي. كان مدرسي في الإعدادي طبعا وصاحب فضل علي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. ألو ألو ألو، لو سمحت وطي التلفزيون عشان ما يبقاش في صدى الصوت. اتفضل أستاذ محمد، أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتورة هالة، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كيف ترى خالد علي وهو يجلس أمامك مرشح محتمل للرئاسة؟ والله بيفكرني بأيام زمان والله يا دكتورة. ازيك يا أستاذ خالد؟ ازيك يا أستاذ محمد، كل سنة حضرتك والله طيب. والله الحمد لله دكتورة هالة، والله منورة الشاشة. الله يخليك. خالد كان طالب مجد؟ والله كان طالب ما شاء الله عليه. احنا كلنا وكل أسرة المدرسة كنا نتبلم، يعني ايه منقول ما شاء الله عليه، عايزين نشوفه، ربنا يدينا طول العمر ونشوفه، وما شاء الله عليه منور الشاشة. ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك. الله يخليك. وحتنتخبوه؟ ودلوقتي اتصلت بأستاذ كان معانا في المدرسة زمان، اسمه أستاذ إيه؟ أستاذ بسيوني الحمطور. الله يديك الصحة. كان مدرس دراسات. طبعاً. أيوه. أستاذ بسيوني ربنا يديك الصحة، اتصلت بيه دلوقتي. بيفكرك بكل الأسئلة. وبيتفرج عليك دلوقتي. هتنتخبوه؟ هتنزلوا تنتخبوه؟ والله إحنا كلنا أصواتنا ليه. طب أهو ضمنا أهو. شكراً. ضمنا البلد بحالها. ادعوا له. وعائلة الحمطور كلها.
تضريش العائلات بقى يعني عائلات الحنطور عائلات هتنتخبك العيلة في حالها يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك يا استاذ خالد ربنا يحميك يا ابني شكرا. ربنا يحميك الله يخليك شكرا انا كنت متوقع له كده والله من زمان كنت متوقع مستقبل باهي ما شاء الله عليك يا ابني كنت متوقع له نبيل عيسى مدرس العربي استاذ عبد الحي داوود شكرا استاذ منصور البشبيشي ده كلهم يعني هيئه التدريس كلها كلنا ما شاء الله شكرا يا استاذ محمد وادعوا له وان شاء الله هتوقفوا جنبه وده انت وراك دلوقتي مدارس وهيئات تدريس وقرى وعائلات اولا الف سلامه عليه صوته صوته متغير ممكن يبقى بالليل او صحو او اي حاجه الف سلامه عليه الحمد لله وانا على يعني على فكره انا نازل يعني انا اعلنت في نقابه الصحفيين نزولي واهل البلد زعلوا ازاي ما تنزلش البلد وتعلم من البلد فانا يوم الجمعه هيبقى في مؤتمر في البلد في قريتي في ميت عيش يوم الجمعه الساعه 8 وطبعا اهل البلد بيدعوا كل كل اهل متغامر ان هم يحضروا يعني فهنزل البلد اعقد مؤتمر في البلد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله السؤال بقى هنا نرجع تاني انت قلت لي في محطات او في علامات رئيسيه هزت كيانك ودي اللي خلتك واضح الطريق قدامك قلت انا هرشح نفسي اربع علامات بالتحديد هي اللي شجعت على انه يعني لازم احسم يعني طبعا الامر اتطرح من عدد من الاصدقاء وده معروف لكل اللي حوالين مني ومعروف قد ايه ان انا كنت رافض وشايف ان الموضوع صعب أول حاجة هي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار اللي بيتيح التصالح على الفساد اللي موجود وبيتيح التصالح مع أي مستثمر ليه جريمة وإحنا كنا في الحلقة مع حضرتك اتكلمنا على المشروع دوت وده بيصطدم حتى بكل الشغل أنا والأستاذ حمدي الفخراني والأستاذ وائل حمدي السعيد اللي اشتغلنا على قضايا الخصخصة ما كنتش أنا لوحدي طبعا اشتغلنا على قضايا الخصخصة وفي الأستاذ شحاتة محمد شحاتة عامل بنك اسكندريه والعديد من القضايا. ده بيصطدم مع فكره كل الشغل اللي خدناه ده والاحكام اللي عملته سواء على المستوى الجنائي او على المستوى الاداري من الممكن انه يخلص. من ناحيه هو بيسهل على الافلات من العقاب ومن ناحيه ثانيه بيسهل على الاحتفاظ بكل هذه الاراضي وكل هذه الثروات وده امر غير مقبول. يعني الامر لما يبقى فيه مخالفه للقانون يجب ان القانون يحترم وزي ما كنا بنسمع على الواقعة بتاعه الامريكان لو هبه القانون سقطت كل حاجه بتسقط لابد ان يبقى فيه هيبه وفيه احترام ليه وهبه القانون بتسقط عندما يتحول من قانون موضوعي الى قانون لخدمه اشخاص معينين لما يبقى النص فيه ان المستثمر بس هو اللي يتصالح حاجه غريبه وغير المستثمر لا ليه الشريك يخش السجن الفاعل الاصلي لانه مستثمر ويحمل هذه الصفه يتصالح طب حتى لو في شريك تاني لا يحمل هذه الصفه او فاعل اخر لا يحمل هذه الصفه لا دوت نطبق عليه القانون فده مشهد المشهد التاني مرتبط والنهارده انا كنت مع احمد دومه النهارده كان تجديد احمد دومه وخد حبس 30 يوم وكان هتاف الشباب احمد دومه محبوس ليه علشان ما معوش مليون جنيه المشهد بتاع احمد دومه عشان معهوش مليون جنيه ده هتاف الشباب تعليقا على استمرار حبس احمد دومه احمد دومه اتحبس في عهد النظام مبارك واحمد دومه دلوقتي محبوس كل عمال مصر اللي بيقفوا قدام مجلس الشعب في عهد مبارك بيحتجوا عشان اوضاعهم السيئه هم دلوقتي كمان اللي بيقفوا قدام مجلس الشعب عشان نفس هذه الاحتجاجات المشهد الثالث كان مرتبط بفكرة المذبحة اللي حصلت في استاد بورسعيد واللي بتوضح بشكل واضح وصريح أن من يديرون شؤون البلاد لم يستطيعوا تأميم منشأة مغلقة كلنا عارفين إيه الدور اللي لعبه الألتراس في الثورة وقد إيه في خلاف بينه وبين جمهور المصري لما تحصل هذه المجزرة لإما أنت متواطئ لإما أنت فشلت في إدارة أمور البلاد ودي كانت رسالة كل الثوار حسوها أنها رسالة رعب في تصفية نورة نجم نحبسها وعادل سيف وحملات علاء سيف وحملات تشويه منظمه وكل اللي شارك في قوى الثوره بيتصف ماشي وجت مجزره بورسعيد رساله رعب لا فكان بالنسبه لي هذه المجزره هنتصرف ازاي واتفتح باب الامل بمظاهرات طلبه المدارس والجامعات البلد اللي فيها جيل زي ده
بلد مش هتتكسر ومش هتخاف، والثورة مش هتنتهي رغم كل رسائل الرعب ورغم كل محاولات الإحباط اللي بيقولوا عليها الثورة فشلت. الثورة ما حكمتش لحد دلوقتي، لكنها لم تفشل ومستمر. وعشان كده ده شجعني أن أنا أخد القرار، متحملا كل اللي هيجرالي في سبيل هذا القرار، متبنيا برنامج يؤكد على فكرة العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية. دي المشاهد اللي ساعدتني بشكل رئيسي أن أنا أحسم هذا القرار. العدالة الاجتماعية شعار رائع وجميل، وهو شعار الثورة، لكن إزاي يتحول إلى واقع؟ تحويل الشعار إلى واقع، إيه الآليات، إيه الفكر اللي أنت هتقدمه، والتنفيذ والبنية اللي من خلالها تقدر تنفذ فكرة العدالة الاجتماعية، ما تبقاش شعاره بس. يمكن لحد دلوقتي أنا أكتر حد بيطلع يقول العدالة الاجتماعية وهعملها إزاي؟ فضل. لما بقول العدالة الاجتماعية بنطلق من مجموعة محاور. رقم واحد، عندي اقتصاد هش. رقم اتنين، عندي أزمة بطالة شديدة. رقم تلاتة، عندي صناعات كل يوم بتغلق حتى في الصناعات الصغيرة، وتحولت مصر إلى معرض للسلع الصينية. وتأكيد ده حد صدق انه خان الخليلي، خان الخليلي بقى في سلع صينية، اللي هو مفروض انه الشغل بتاع المصريين. ده حتى ده ما ناخدوش حتى بالمنطق، يعني ورش الجمالية، ورش خان الخليلي، ورش الحسين، كل الورش الصغيرة قفلت. ده مش مرتبط بس ان احنا عايزين نصنع بايدينا، ده مرتبط كمان بيوت اتقفلت ومفيش اي برامج لا اجتماعية لحمايتهم ولا برامج لحماية هذه الصناعة. ماشي، أنا بقول إن إحنا عندنا إمكانيات وإحنا اللي قافلين عقلنا، عندنا موارد وعندنا إمكانيات، لكن ما عندناش استقلال في اتخاذ القرار السياسي ولا القرار الاقتصادي. في دولة زي دي أنا محتاج تدخل الدولة ووجود قطاع عام يصبح ركيزة من ركائز هذا الاقتصاد، مش ضد القطاع الخاص. ماشي، وكذلك القطاع التعاوني لابد من إحيائه. يبقى عندي الركائز الثلاثة دول، والركائز الثلاثة دول بخلق مجموعة من القوانين والسياسات اللي تخليهم على قدر من التكافؤ ويضمن التنافس بينهم، عشان ما يبقاش بين الثلاث قطاعات، بين الثلاث قطاعات ومنع الاحتكار، قطاع الخاص والتعاونيات، وكل قطاع من دول ليه دور وليه رسالة. أنا ما أقدرش أجبر القطاع الخاص على نسبة معينة من العمالة، لكن أقدر أجبر القطاع العام. طيب القطاع الخاص حتى من ناحية القيمة، عشان يبقى واضح، القطاع الخاص قائم على المبادرات الفردية. وجود القطاع الخاص خلال الفترة الماضية فقط حتى يعني خلى فكرة مشروع الفرد هو اللي موجود حتى داخل الأسرة، مزعها. يعني خلى الأسرة مشتتة. عودة القطاع التعاوني هو يعيد مرة أخرى قيم التعاون. فبعض الأحيان يقولوا ده دي أفكار يسارية واشتراكية، لا يا سيدي، ما التعاونيات موجودة في كل دول أوروبا. ماشي، وفكرة أن المجتمع يحس أنه مش هينجح، التعاونيات موجودة في أمريكا، موجودة في كل الدول. ماشي، أن المجتمع مش هينجح إلا لو تعاون مع بعضه. أنا شخصيا مثلا لما حلمت بأن أنا أجيب شقة في القاهرة الجديدة، قعدت أنا ومحمد شبانة ده ونجح وبقى عضو مجلس الشعب، هو شريكي في مكتبي الخاص، والله عايزين نجيب شقة، فقلنا نفكر إزاي وحتى فشلنا في التجربة. يا محمد عايزين نجيب شقة، فإيه رأيك نشتري أرض أنا وإنت ومجموعة من الزملاء ونبني حاجة، وكل واحد فينا ياخد شقة، بدل ما الشقة معرفش بملايين كل واحد يبقى كذا. العقبة هتبقى إزاي نشتري الأرض في الأول. فمحمد قال أنا كسبت قضية جديدة وممكن أجيب مبلغ، وجاب مبلغ وبدأنا ندور على الأرض وحطناه في البنك لما تأخرنا. بعدها قامت الثورة، بعدها محمد بقى عنده أولوية أن يبني بيته في البلد. وبعدها دخل انتخابات مجلس الشعب، فسحبنا الفلوس رجعناها له تاني، وفشلت التجربة لحد دلوقتي. بس كنت بتحاولوا تعملوا تعاونية صغيرة، إسكانية صغيرة، ودي تجربة سمعتها من الدكتور شكر عزل اللي اشتغل على أموال التأمينات والمعاشات. هكذا التعاونيات، أن الناس تشوف إيه مشكلة ويبقى عندها قدرة أنها تتعاون مع بعضها وتخلق الكيان اللي يخلق هذا التعاون. وفي تجارب عديدة نجحت في هذا الأمر، وأنا قلت نموذج إيميليا رومانا في إيطاليا. دي مقاطعة في إيطاليا
من 3 مليون نسمة، بتنتج 8% من إجمالي إنتاج إيطاليا، بتصدر 12% من إجمالي صادرات إيطاليا، بتتباهى إن حجم البطالة عندها لا يصل إلى 3%، وكلها قائمة على التعاونيات. وفكرة التعاونيات في حد ذاتها هي كانت موجودة في مصر وتم اغتيالها. ما نتخيلش، لأننا لما نقول الفكرة إنها الأول وهلا هتنجح، أنت محتاج ترسخ بالأساس قيم التعاون، قيم العمل الجماعي، قيم النجاح الجماعي، ماشي؟ لأن فكرة النجاح الفردي دي هتقضي على المجتمع بشكل رئيسي. في مداخلة تليفونية معنا، أقول ولا ما أقولش؟ أقول ألو. ألو، أهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، احنا يعني بنسعد لما نسمع صوتك، وخالد فيه ابتسامة كبيرة على وجهه. عرفت الصوت. عرفت الصوت طبعا. اهلا وسهلا معنا الحقوقي الكبير والعظيم الاستاذ احمد سيف الاسلام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيفك العزيز. اهلا بيك استاذ. استاذ احمد سيف الاسلام، مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، الذي تصدى لكثير من قضايا حقوق الانسان وحقوق العمال، وكان المهد الاول الذي يعني تربى فيه خالد علي. وانا عايزه اذكر انه خالد بيقول انه الاستاذ احمد سيف الاسلام، وهنا بقى عظمة الشخصية الوطنية المحبة للوطن والمحبة لأبناء الوطن. الأستاذ أحمد سيف الإسلام فتح بابه للأستاذ خالد علي يتمرن معاه، وأجمل حاجة سمعتها أنت قلتها، دي شيء يعني توقفت أمامه، إن المحامي اللي قبل الأستاذ أحمد كان بيقفل على الكتب وما يخليكوش تقروها، أستاذ أحمد سيف الإسلام فتح لك المكتب وقال لك اقرأ واشتغل واعمل اللي أنت عايزه في المكتب. العلاقة دي علاقة مهمة، أنا عايزة حضرتك تكلمنا عن خالد علي الذي لا نعرفه، والعايدين نعرفه للناس. أقول لحضرتك بعبارات بسيطة خالص، أنا في اثنين في حياتي بغير منهم. نمرة واحد خالد علي، ونمرة اثنين الواد علاء ابني. علاء عبد الفتاح. خالد علي ابتدى يشتغل معايا وهو محامي جزئي، ثم أصبح من أهم المحامين في مصر في قضايا النقابات العمرية والنقابات المهنية. وخدت قرار بيني وبين نفسي، أنا لن أستطيع أن أجاري تفوق الأستاذ خالد علي في هذا المجال، فأحترم نفسي وأبعد كده وأشتغل في حتة بعيد عن الأستاذ خالد علي. لا، حضرتك قيمة وقامة يا فندم. الله يخليكي. أنا بتكلم بجد على فكرة. يعني الأستاذ خالد علي بالنسبة لي يعني اكتمال مشروع حياة لشاب مكافح ويستطيع أن يقدم شيئا لهذا الوطن، شيء ملهم في الانتخابات الرئاسة وفي العمل السياسي، وهو عنده القدرات والإمكانيات للتطور السريع بحيث يقدر يشيل عبء المرحلة ومسؤولية المرحلة. وده عهدي بيه من 96 أول مرة شفته وتعاملت معاه هو محامي جزئي لحد يومنا هذا. فيعني شرف كبير لي أن أدعم مشروع خالد علي في الترشح للرئاسة، لأنه من ناحية يستحق هذا القدرات وإمكانياته، وثورة مصر تستحق أمثال خالد علي يتصدروا المشهد السياسي، يقدموا برنامج حقيقي وأصيل معتمد على جهد جمعي للمصريين في مختلف طوائفهم وقطاعتهم. برنامج خالد علي، وانا قريب من وضع البرنامج، ما هواش جهد عدد محدود من البشر، ده هي مبادرات لمجموعات مختلفة في مراحل مختلفة في تاريخ مصر. وده أهمية التجربة من وجهة نظري، يعني في هذه تجربة خالد علي سوف تنتهي إذا لم يفوز في انتخابات الرئاسة ببلورة برنامج لمستقبل مصر في 5 سنوات القادمة، وده خطوة المجتمع المصري نحتاج لها. شكرا استاذ احمد سيف الاسلام. استاذ خالد، ليك رد لسعاده الاستاذ؟ لا، ما اقدرش اقول. استاذ احمد طبعا هو استاذي، وهو يعني ابويا الروحي بعد ابويا الفعلي، واعد تربيتي مهنيا وسياسيا واخلاقيا
ومش عايز اقول الكلام ده، احنا بنتكسف نتكلم قبال بعض، وانا عارف ان هو مكسوف دلوقتي. الذكرى التي نتوقف امامها بينك وبين استاذ خالد، استاذ احمد سيف الاسلام، القضية التي يعني لم تتوقع ان انتوا تكسبوها وحين حصلتوا عليها كانت نقطة تحول خطيرة بالنسبة لمستقبل خالد علي. لو تسمح السؤال تاني. ايه القضية اللي انت تتوقف عنها عندها حين كان خالد يعمل معك، والقضية دي كانت نقطة تحول انت شعرت في لحظتها انه لانه كسب هذه القضية كانت نقطة تحول بالنسبة له؟ حضرتك في 96 استاذ خالد علي ابتدى يشتغل معايا في انتخابات النقابات العمالية 96. أيوة. وده بداية شغله في الموضوع. وابتدى يعني بعيدا عن تفاصيل الثلاث أسابيع اللي قعدنا فيهم وقابلنا 800 عامل من مختلف أنحاء الجمهورية مستبعدين في انتخابات 1996، أستاذ خالد علي شال العبء الأكبر في المرافعات في القضايا المختلفة كنا رافعينها، وفي السنة دي خدنا أكثر من حكم لإحالة قضايا انتخابات عمالية إلى المحكمة الدستورية. توج الأمر في إن إحنا كسبنا أحد هذه القضايا الدستورية. خالد الأستاذ خالد علي هو محامي جزئي لعب دور مهم جدا في كل معركة انتخابات النقابات العمالية سنة 96 ثم ما تلاعب على ذلك، وهي ليست كهالي بداية الطريق اللي بقى فيها الأستاذ خالد علي محامي العمال ومحامي النقابات من 96، من شهر سبتمبر 96 تحديدا اللي لعب فيها خالد علي دور مهم جدا. يعني القضايا العمالية هي التي يعني نبغ فيها منذ البداية. وبعد ذلك طبعا احنا شاهدنا قضايا الخصخصة، واخيرا السنة دي ايضا كان في انتصار. لا وفي عدد كبير من القضايا، يعني من اهم القضايا مثلا معاش استثنائي لمصابي الثوره اللي انا بسميهم الشهداء الاحياء. انا الحمد لله ربنا وفقني اني انجح في احاله الماده 48 من قانون القضاء العسكري للمحكمه الدستوريه العليا، لانها دي الماده التي تتيح احاله المدنيين للمحاكمات امام القضاء العسكري. ودي مش عماليه فقط. حكم الحد الادنى للاجور، خصخصه الهيئه العامه للتامين الصحي، عوده نقابه المهندسين، رفع الحراسه عن نقابه المهندسين، وغيرها من الاحكام. لكن وانا كده انت كله في قضايا داخل يعني صلب النظام. انت ما هو ده ردًا تنخر في ده ردًا على بعض الناس، يقول لك بعض الناس بتعرض الفكره تقول ده محامي ايه اللي دخله في انتخابات الرئاسه اللي ما يعرفوش. انا عايز اقول مثلا الشيخ امام مغني. ايوه بس في فرق، كان بيستخدم العود واللحن في النضال. ايوه انا ما كنتش محامي بشتغل فقط على قضايا تجاريه، ومش بأدين ده من حق كل زمايلي يشتغلوا في كل القضايا، ويمكن الظروف هي اللي خلتني اشتغل على هذه النوعيه من القضايا. انا اشتغلت بشكل رئيسي على قضايا هي ايضا نضاليه، وكانت تسمى النضال القانوني، بتشتغل على تسمى النضال القانوني طبعا. أيوة. تعديل البنيه التشريعيه. يعني انا لما كانت القضيه بتيجي بنفكر فيها اول حاجه هي مخالفه للدستور ولا لا. طب لو مخالفه للدستور ازاي الغيها واطعم فيها بعدم الدستوريه. هي متسقه مع البناء الديمقراطي ولا لا. فكلها قضايا حريات وقضايا حقوق اجتماعيه واقتصاديه بتتحدث عن السياسات جامعه، وبالتالي هو شكل من اشكال النضال. النضال مش مجرد ان انا اقعد على القهوه واعمل تنظير. النضال ان انا اكون في الشارع مع الناس، وان انا اتبنى مواقفهم من خلال مهنتي. يعني ممكن طبيب بيشتغل مثلا 3 ايام باجر ويشتغل يومين بدون اجر عشان يحل ازمه الصحه في المجتمع. انا بشوف دوت نضال. فانا بشتغل على نوعيات من القضايا هي في حقيقتها قضايا بتتحدث على تحسين اوضاع المواطن المصري وتحسين بيئه النظام الديمقراطي في مصر. شكرا سعادة الأستاذ أحمد سيف الإسلام، ونتمنى أننا نلقاك قريبا إن شاء الله في ناس بوك معنا هنا في الاستوديو بإذن الله. وتحياتنا لعلاء وخالد وأم خالد. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد شوية، لأن في سؤال مهم قوي جاي. هو في سؤال عندنا من السعودية. ألو، مين معايا؟ ألو نهال. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا يا نهال. أهلا بحضرتك. اتفضل يا نهال.
انا مبسوطه طبعا ان انا بكلمك جدا بصراحه يعني. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا كنت بس انا طبعا عندي اسئله كتيره جدا للاستاذ خالد. أي. بس هو يعني تقريبا جاوب على معظمها، بس هو كان قال حته كده ان الانتخابات بقت معركه شخصيه اكتر ما هي معركه برامج وكده. أيوة. انا بس كنت عايزه اطلب منك، مش معركه هي، كل واحد حاسه انه طالع في الانتخابات خصوص بيفكر مين اللي هيبقى وراه. في شعب طيب جدا يعتبر يعني ربع الشعب المصري اللي هو الشعب الغلبان ده، محتاج حد من الناس دي تساعده وتروح له يعني تحاول تقدم له ربع الخدمات اللي محروم منها بجد، ميه، حاجات كتيره اللي احنا بنسمعها في البرامج. ليه ما حدش بيفكر في الشعب الغلبان قوي ده؟ يعني خالد اهو بيفكر يعني. هال شكرا يا هال، هيرد عليك يا خالد. يعني هي شايفه انه انت لازم يكون عندك اصرار، انه مش بالضروره يكون وراك اشخاص، لان ممكن يكون وراك الشعب اللي محتاج حد يدافع عن حقوقه. اعتقد ان ده رايي. شكرا يا نهال. طبعا انا بقول بس الناس لو ما نزلتش وجمعت توقعات وتحدت ان ممكن تبقى في مشاكل في طريق جمع التوقعات مش هقدر، لكن انا لاني مصمم ولاني ما مش بتراجع انا مكمل في المعركه الانتخابيه. ولما بنتكلم عن البرنامج، هي المكالمات التليفونيه قطعت، فلو اعرض البرنامج دلوقتي او اعرضه بعد الفاصل زي حضرتك ما تشوف. نطلع الفاصل ونرجع. أضربه قد إيه يا ريس؟ أضربه عن العمل 6 شهور، لدرجة إن النقابة اللي كانت بتدعمهم في الأول، واتحاد العمال اللي كان بيدعمهم في الأول، ووزارة القوى العاملة اللي كانت بتدعمهم في الأول، زهقوا من العمال، وهربوا من العمال في بعض الأحيان، ورفضوا يدوهم أجرهم من صندوق الطوارئ، وتم الضغط على العمال ضغوط رهيبة لفض الإضراب وقبول التصالح. ازاي تم التصالح؟ انا بقول دوت يا ريس لان الاذلال والمهانه اللي احنا شفناها مع عمال طنطا للكتان انا معاهم من اول القضيه. ومعنا المرشح المحتمل للرئاسة الأستاذ خالد علي، ومعنا أيضا الأستاذ زارع شلتوت ضيف الأستاذ خالد، وحنعرف ليه هو جايبه معانا النهاردة. لكن قبل ما نسأل الأستاذ زارع، اسمح لي أستاذ خالد، لازم قبل ما نكمل البرنامج الانتخابي، مش البرنامج نسبه، أننا نقول تقولي رأيك فيما يحدث الآن على الساحة والخلاف المحتد حول كيفية اختيار أعضاء لجنة 100 للجمعية التأسيسية لوضع الدستور. يعني في الحقيقة طبعا الواحد بيتلقى هذه المناقشات بقدر من الحزن، لأن كنت يعني أتمنى أن يبقى الوعي بالأزمة اللي احنا كلنا بنعيشها يبقى عابر للأحزاب وعابر للتيارات السياسية كلها. احنا عندنا انتخابات برلمانية حجم اللي شاركوا في هذه الانتخابات البرلمانية ما يزيدش عن 25 مليون. ماشي؟ ده معناه ان الأغلبية ما شاركتش في الانتخابات البرلمانية. عشان بس الناس اللي نجحت في البرلمان ما تقولش انها هي الأغلبية. لا، هي الكارثة كمان في الشورى. لا خليني الشورى 4 مليون ولا 5 مليون يعني. بس خليني اوضح يعني الرد على كلمه الاغلبيه. الاغلبيه ما شاركتش في الانتخابات البرلمانيه. لما اجي احط دستور انا بحط دستور يعبر عن كل ابناء الوطن، وكنت اتمنى ان يكون رجال البرلمان جميعهم متوافقين بشكل طبيعي وتلقائي على اتاحه اوسع تنوع ممكن من كل ابناء الشعب المصري ليمثلوا داخل الدستور. وقيمه ده ايه؟ الدستور ده عقد انا بلتزم بيه والدوله بتلتزم بيه. لو ما شاركتش في صياغته ماشي ورجعنا ما شاركتش في صياغته مش هلتزم بيه، مش هيبقى له قيمه. انما لما اشارك فيه من البدايه ده يعني انتقال، دي قناه الامان اللي هتنتقل من العقد الجديد. وانا في هذا الامر بقترح انه البرلمان المصري والشورى ما يزيدش نصيبهم عن 25% من الجمعيات التاسيسيه. ماشي. اتنين، ان في تقسيمات نوعية. الاقباط ما يقلش نصيبهم عن 25% من الجمعية العمومية التأسيسية. المرأة ما تقلش عن 30%. ودول مش اقلية، انا برفض استخدام لفظ الاقلية مع الاقباط او لفظ الاقلية مع المرأة. ماشي. والشباب ما يقلوش كمان عن 25%.
ماشي. بس يبقوا ممثلين بقى من النقابات ومن كله لكن انا في النهايه يعني في مراه بس في من النقابات من النقابات وفي يعني في من التيارات وال25% دي متنوعه على التقسيمه والاحزاب المختلفه متنوعه على التقسيمه ونراعي ان يبقى في شباب في اقباط في من البرلمان زائد في الشعوب الاصليه لابد ان يبقى في تمثيل للبدو تمثيل للأمازيغ تمثيل للنوبة أمازيغ الصحراء الغربية طبعا وكل دول مصريين بيحملوا الجنسية المصرية كل دول موجودين في هذا الوطن احنا مش عايزين نعتدي على ثقافتهم البعض يرفض ذلك بيقول لك لا ما تقولش نوبة وأمازيغ وشرق وغرب انت كده بتقسم مصر لا 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 ده ما العائلات بقى ما نيجي نتكلم على العائلات في الصعيد العرب والهوارة مش بنقسم مصر كل الناس بتعتز بأصولها لكن هي تحت راية الوطن كلها مصريين ومحدش يشكك لا في نزاهة حد ولا في وطنية حد ويعني لازم المزايدة دي تقف ده تنوع في المجتمع المصري أنا محتاج أحافظ على هذا التنوع محتاج أن التنوع ده يجد صدى لابد أهل السينما والفن والأدب والرواية والشعر يبقوا ممثلين داخل هذا البرلمان ما تعملش مع كل هذه الفنون والأداب وكأنها شيء لابد من إبعاده ده رؤيتي فيما يتعلق بالدستور لو عايزين الدستور ينجح إحنا محتاجين تنوع عشان يبقى معبر عن الكل لو مش عايزينه ينجح هتعملوه بمنطق الأغلبية بس سفينة الوطن هتتعصر نرجع بقى للبرنامج والاستاذ زارع طيب قبل ما ارجع قبل ما ارجع لزارع اسمح لي يعني هديك الفرصه انا كنت بقول المحاور الثلاثه اللي موجوده انا اتكلمت في القطاع العام في اكتر من برنامج واتكلمت في القطاع التعاوني انا عايز اتكلم على القطاع الخاص بقى النهارده عشان طول الوقت بيتقال ان الخطاب دوت ضد القطاع الخاص احنا في مصر ما كانش عندنا رجال اعمال واخدين فرص متكافئه ولا كان مبارك ماشي بيدي تكافؤ احنا عندنا حوالي 85% من حجم القروض اللي طلعت من البنوك كان واخدها 5% من المقترضين ايوه وهناك رجال اعمال دبحهم مبارك ودبحهم نظام مبارك اللي طبعا. بيدفع ويوافق على النسبه ماشي وهناك شركات وطنيه ورجال اعمال وطنيين وراسماليه وطنيه اتدبحت في هذا العهد صحيح. وانا يعني بتحضر ليا قاعده مع عدد من رجال الاعمال اللي اتدبحوا في عهد مبارك وكلنا عارفينهم فمحدش يزايد على فكره ان كان عندنا قطاع عام لا كان عندنا رجال اعمال متدلعين ومتهننين وعندنا رجال اعمال بيتحبسوا وبيتفضحوا وبتتعمل ليهم قضايا على حياتهم الشخصيه وبيتبهدلوا انا مش ضد رجال الاعمال لكن انا عايز من رجل الاعمال ايه انا عايز من رجل الاعمال بجد انه يحترم نصوص القانون اتنين يدي معايير العمل الحقيقيه للعمال ثلاثه يدفع الضرائب المستحقه ويشتغل وفق الرؤيه التنمويه للدوله ده الازمه انا ما بشتغلش وفقا لرؤيه المستثمر لابد ان الدوله تحط الرؤيه اللي بتقوم اقتصاد وبتحقق تنميه ثم بتحط خطه التنميه ويجي بعد كده المستثمر يشتغل على هذه الخطه ثلاثة من مقترحاتي أنا بقترح ودي الأوراق اللي هتنزل أنا قلت إن البرنامج هنعده في 30 هينتهي في 30 مارس لكن خلال هذه الفترة دعينا كل الناس يشاركوا في البرنامج ويبعتوا لنا والناس فعلا بدأت تبعت إحنا بنقترح إنشاء منطقة اقتصادية في الصحراء الغربية ايوه المنطقه الاقتصاديه هتفتح افاق اقتصاديه جديده سواء زراعي او صناعي ماشي وهتعيد مره اخرى اعاده توزيع الجغرافي للمنطقه البعض هيقول يا عم ده كلام كبير واللي انتوا بتقولوا انا عايز الكاميرا بس تبقى معايا ده مش كلام كبير ولا مش كلام مدروس احنا هنقدم في احنا هنقدم في البرنامج بالخرائط انا عايز بس الخريطه دي خريطه المنطقه الصناعيه وخريطه المياه الجوفيه او اجمالي الخرائط عندنا كل الخرائط دي موجوده اتفضل احنا بنحاول نصنع برنامج جد برنامج بيشارك فيه كل اللي مستعد يشارك فيه سواء انا نجحت او فشلت حتى لو فشلت هكون اول واحد اروح للرئيس اللي الشعب انتخبه اقول له ده البرنامج اللي احنا عملناه لو لقيت فيه حاجه تخدم البلد دي اشتغل عليه لان ده مش برنامجي الشخصي ده برنامج كل اللي هيشارك فيه وبالفعل يعني هذه الورقه اللي عملها الاستشاري العالمي ممدوح حمزه وقال لي حتى ما تذكرش اسمي عشان الناس اللي بتهاجمني يعني ما تهاجمش لا اعاده التوزيع الجغرافي للسكان في جمهوريه مصر العربيه وانا قلت له انا مصمم ارجع الحق لاصحابه طيب الجزء الثاني بقى المهم من التنميه انا عشان اعمل تنميه محتاج اشغل وعشان اشغل انا محتاج تدريب
في مصر دبحنا فكرة التدريب. صحيح. ودبحناها على أكتر من محور. عشان كده أنا بقترح تنشأ وزارة للتدريب تتولى التدريب عشان تبقى وفقا للاحتياجات. تحضر كوادر. ويبقى تدريب حقيقي. أيوة. مش هيحصل بناء اقتصاد بدون تدريب حقيقي. وإحنا بنعمل ده وبعمل بنعمل البرنامج واتكلمت عليه فوجئت باعتصام للعاملين بمصلحة الكفاءة الإنتاجية. ورحت ازورهم انا كده كده بعيد عن الانتخابات قبل الانتخابات وبعدها انا اي اعتصام عمالي بعرف بيه بروح فرحت ازورهم فسمعت عن ماساه في حقيقتها هي بتغتال فكره التدريب هي ظاهرها قد يكون ظاهر مستحقات لكن هي في حقيقتها احنا بنقتل التدريب عشان كده احنا عندنا 2 مليون عامل عماله اجنبيه تحت دعوى ان ما فيش تدريب 2 مليون عامل بيمثلوا 8% من حجم العماله في مصر 2 مليون عامل عمالة أجنبية ومصر فيها البشر دول كلهم بطالة. مش معقول وأنا عندي وإحنا بطالة. عندنا بطالة ده دي كارثة إذا كان الحل من دوت إن أنا بدل العمالة الأجنبية 2 مليون عامل عمالة أجنبية مش كده وبس عندنا تمويلات أجنبية طيب عشان فضل لناش معلش عندنا تمويلات أجنبية متاخدة مخصوص عشان التدريب ماشي التمويلات دي ما حدش عارف بتروح فيه عشان بس كلام حوالين تمويلات الحقوقيه لا ده عندنا تمويلات تانية خالص ما حدش عارف بتروح فين فقعدت معاهم وسمعتهم فشفت انه من واجبي ان اجيبهم هم يتكلموا عن هذا الموضوع واستقطع بسرعه لان ما عندناش مخصص دقيقتين اتفضل يا زهر كنا بنتمنى ان الوقت يكون افضل من كده عشان نعرف بطريقه جيده ولكن احنا عندنا المشكله بتاعتنا هي مشكله فيها جانب اداري وجانب مالي الاثنين متعلقين ببعض اللي بيدير التدريب في مصر ناس ما تفقه أي شيء عن التدريب المهني التدريب المهني عايز إدارة محترفة تعرف قيمة التدريب وأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري وبالنسبة للصناعة المصرية عندنا 4 مشاكل في مصلحة كفاءة إنتاج التدريب المهني فيها مشاكل فئوية اللي بيسموها فئوية اللي هي مستحقاتنا المالية احنا المفروض ناخد حافز 200% مع فصل عن مكافأة الامتحانات والناس معتصمة بسبب هذا المطلب ومش هتسيب مكانها النمرة 2 المساواة مع العاملين بوزارة الصناعة لان في ناس في وزارة الصناعة بتاخد 60,000 جنيه واحنا ناس بنشتغل بقى لنا 20 سنة بناخد 600 جنيه ومعانا 5 اولاد وبندفع سكن عندنا اختيار قيادات مناسبة للمصلحة تعرف يعني ايه تدريب مهني واهميته بالنسبة للصناعة المصرية والاقتصاد القومي نمرة 4 محاسبة الفاسدين اللي هم أفسدوا وإغتالوا وباخد من كلام خالد بيه موضوع اغتيال الصناعة المصرية والتدريب المصري لابد أن هم يحاسبوا حساب شديد حتى تعود الصناعة المصرية إلى ما كانت عليه مصلحة كفاءة الإنتاج والتدريب المهني أنشأها الزعيم جمال عبد الناصر هي اللي بنت السد العالي هي اللي بنت مصانع الحديد والصلب العملاقة هي اللي أنشأت الخبرات الفنية في جميع دول العالم العربي والآن في مصر تم اغتيالها صالح مجموعة من الناس اللي هي بتحاول تستقدم عمالة من الخارج بدعوة ان احنا ما عندناش ناس مدربين وجاهزين استاذ زارع يعني لخص مشكلة رهيبة لكن انا دلوقتي في حالة ذهول واعتقد انه دي قنبلة فجرها الاستاذ خالد علي انت قلتها لنا ببساطة لكن مصر اللي هي فيها كم من البشر وكم من البطالة وكم من الفقر إننا نستورد 2 مليون عامل أجنبي في البلد دي هذه جريمة لا تغتفر من المسؤول عنها وإيه قصتها وإيه تفاصيلها لازم نعمل عليها لقاء ونعمل عليها تفاصيل أكتر وانتوا هتمدونا بالتفاصيل بعد اذن سعادتك جمله اخيره بس عشان زمايلي مكلفين ان انا ابلغها لسعادتك احنا بنرسل رساله من العاملين في مصلحه الكفاءه الانتاجيه والتدريب المهني للدكتور كمال الجنزوري دايما بيتكلم عن الاقتصاد وهو رجل اقتصاد حر ورجل اقتصاد يعرف مهموم بمصلحه البلد لا يمكن يتطور الاقتصاد الا لما يبقى فيه صناعه وزراعه ولا يمكن تتطور الصناعه في مصر الا بعد تطوير مصلحه الكفاءه الانتاجيه والتدريب المهني لان هو ده بيت الخبره اللي بيورد العماله الفنية المتقدمة لجميع أنحاء العالم العربي وشكرا يعني ده نداء طبعا للدكتور الجنزوري موضوع 2 مليون عامل أجنبي في مصر موضوع خطير لابد أننا هنطرحه وهنطرحه في مجلس الشعب وهنطرحه في البرنامج بنتمنى للأستاذ خالد علي كل التوفيق وإن شاء الله نراك بقى خلال الحملة الانتخابية كتير هتكون معانا وناس بوك هو برنامج الناس وبرنامجك أنا يوم الخميس رايح العاشر من رمضان
أقابل عمال وأقابل رجال أعمال في نادي الرواد يعني عشان الموضوع يبقى واضح. ويوم الجمعة زي ما قلت مؤتمر في البلد، ونداء أخير لكل الفنانين ولكل الأدباء ولكل المتخصصين، بجد إحنا بنعمل مشروع لبرنامج للوطن مش مشروع برنامج انتخابي. أرجوكوا شاركوا معنا، الموقع khaledali.net، ابعتوا لنا عليه وتعالوا زورونا وخلونا نبني مصر مع بعض. شكرا. khaledali.net 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 ونشوفكم بكرة إن شاء الله. معلش بقى يا مروان.